السلام عليك يا أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا، وهكذا إلى سائر ذلك النص وإلى باقيه. وورد هذا النص في أكثر من مكان مما يعني ورد في كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، في الكافي وفي التهذيب. فهذه الكتب الثلاثة الأساسية التي يعتمد عليها علماء الإمامية بالإضافة إلى كتاب الاستبصار. النص الثاني جاء في دعاء الندبة. معنى هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الأدعية والزيارات لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها نصوص فقط لأجل الثواب والأجر، وإن كان هذا حاصلاً، لا ريب أن من يقرأ الدعاء يحصل على الثواب، ومن يزور الإمام بألفاظ يحصل على الثواب، لكن هناك جهة أخرى في كل من الأدعية والزيارات، وهي جهة المعرفة، تعريف الإمام عليه السلام للناس. تصور أن صفحة واحدة فقط وهي هذه نص الخضر عليه السلام الذي جاء فيما بعد في الزيارات، هذا النص مع أنه صفحة واحدة إلا أنه يشتمل على 80 أو أكثر من 80 بقليل، 80 خصلة وصفة وميزة خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام. ولو أراد إنسان أن يؤلف كتابا حول أمير المؤمنين عليه السلام فقط يكفي أن يأخذ هذا النص ويشرح ما ورد فيه من الكلمات ويستدل عليها بحديث رسول الله وبسيرة أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا أول القوم إسلاما. لا يوجد أحد قبل أمير المؤمنين عليه السلام آمن برسول الله أبدا كنت أول القوم، رجال نساء صغار كبار عرب غير عرب، أنت أول القوم. طبعا هذا أيضا تعبير مجازي، وإلا إذا معنى أول كان على دين آخر فآمن، هذا الكلام غير موجود في أمير المؤمنين أصلا. لم تكفر بالله طرفة عين، غيره إذا قال أول أو ثاني أو ثالث كان على غير دين الله فأصبح على دين الله. أمير المؤمنين لم يكن كذلك، وإنما هو الغرض منه فقط إيضاح هذا الأمر.